اليوم ان شاء الله حنسوي بيري بارفيه وحضيف عليه مانجا. حلى سهل مرة ولذيذ وينفع في الصيف. المكونات اللي حنحتاجها مجموعة من التوت من اختياركم، وزي ما قلت حضيف عليها مانجا، جبنة ماسكربوني، بشر ليمون، سكر، حليب مكثف محلى، وعندي هنا بسكوت دايجستيف حمرته مع شوية زبدة. أول شيء نضيف شوية سكر على الفواكه، وكمان حضيف شوية بشر ليمون عشان تعطينا كده فرشنس، وفي نفس الوقت حتخفف الدسامة حقة الماسكربوني. طبعا كمية السكر اللي أضفتها على حسب أنتوا كيف تحبوا حلاوة، على حسب أنتوا قد إيش تحبوا الفواكه تكون حالية. يعني لو أنتوا تبغوا سكر زيادة تقدروا تزيدوا. وبشر الليمون انتبهوا لما تجوا تبشروا بس الجزء الأصفر، لأنه الجزء الأبيض حيخلي فيه مرارة شوية. بعد كده حنضيف الماسكربوني، خلوا شوية من الماية عشان نبغى الجبنة تكون سلسة ما تكون مرة جامدة، ونضيف الحليب المكثف المحلى. نفس الشيء الكمية على حسب الذوق. قررت كمان أضيف شوية فانيلا. دحين حنبدأ نرص الطبقات، مرة سهل الحلا وما ياخد وقت. نحط أول شيء من الماسكربوني، بعدين ناخد شوية من الفواكه، اخر شيء نحط من الماسكربوني شويه، ونرش من البسكوت اللي حمرناه مع زبده. البسكوت كده حيعطينا كرانشينس، يصير فيه قرمشه كده في القوام، لانه بس فواكه وجبنه وبس. مره سهل طبعا، يتقدم على طول، بالذات اذا حتحطوا البسكوت فوق على طول قدموه عشان لا يبوش.